هل تحب النساء أيها الكاسر؟ أجب أباك، هيا هيا. أحبهن لأنك تحبهن. كنت أحبهن، كن بالنسبة لي الأمل والتفاؤل والمتعة. الآن أدركت كم كنت أحمق. الآن أدركت أن حب النساء لا يعود على الرجل إلا بالضعف والكسل والخمول، والرجل منا يجب أن يكون سيد نفسه ورغباته. المقاتل منا يجب أن يكون قويا أيها الكاسر، قويا. أريدك أن تكره كل النساء، كلهن أيها الكاسر. الجميلات منهن قبل الدميمات، فهن لسن جديرات إلا بالصوت، وما خلقنا إلا ليكن متاعا نفترشه كما نفترش الحصير، وما عدت أريدهن حصيرا.